ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. وانضمت لي دلوقتي في الاستوديو وشرفتني ونورتني ضيفتي الجميله خبيره التغذيه اميره فاروق. ازيك يا ميرو؟ عامله ايه؟ جميله. اخبارك ايه؟ احساسك ايه والمدارس قربت كده والناس ها؟ الحمد لله. الاهالي انا واحده منهم هعيط بس ماشي. ربنا يعين كل الامهات بجد والله بتتعب يا رب بجد. خرجنا من كل مناسبات عيد وعيد صغير وعيد كبير والحمد لله داخلين على المدارس ومصيف وسفر نسيب المصيف ده قولي مش مشكله يعني ناس بتاخد لها يومين تخطيف كده بس خلينا نتكلم على طبعا المدارس عامل لكم افكار حلوه لانش بوكس ما تقلقوش لكن خلينا بقى لسه كنت بتكلم مع اميره امبارح وظبطنا مع بعض وقلنا برضو نتكلم عن السمنه في الاطفال لان في اطفال كتير حبايبي ممكن يكونوا ما بياكلوش اكل كويس وما بياكلوش اكل صحي بس عندهم سمنه يعني مش بيدبوا في الاكل غير اللي بياكلوا عندهم شراهه في الاكل حبايبي. عايزين نتكلم عن الموضوع ده النهارده يا امير. تمام. كلمينا بقى عن السمنه في الاطفال. السمنه في الاطفال هنتكلم عن اسبابه. اوكي بس قبل ما نتكلم خلينا الاول نقول لاصدقائنا ان احنا الكورس طبعا النهارده هتكلمينا عنه اللي حل لنا كل مشاكلنا من هيربل كينجز. الارقام موجوده على الشاشه في اربع ارقام للتواصل من خلالها. كمان في صفحتين خاصين بهيربل كينجز هينزلوا قدام حضراتكم علشان من خلال الصفحه هتطلبوا المنتج. اكدي بقى على العلامات المائيه والحركات الايه اكيد عشان طبعا اصدقائنا كلهم يبقوا عارفين دي الصفحتين الوحيدتين والارقام دي اللي موجوده قدام حضراتكم اللي تقدروا تتواصلوا من خلالها. من خلال التواصل بقى بيحصل ايه من خلال الصفحه يا اميره؟ قولي لاصدقائنا. من خلال التواصل ممكن ان هم يقدروا ان يسالوا اي سؤال. ايوه. من خلال ممكن ان هم كمان يطلبوا الاوردر من خلال البيج. ممكن ان هم بيعرضوا حالتهم الصحيه علينا. تمام. وبيتم كمان المتابعه برده معاهم. كويس قوي. بس اي تفاصيل او اي سؤال. الفريق الطبي بيبقى متابع على الصفحه دي ولا نظامهم ايه؟ نعم. الفريق الطبي. أكيد يعني طبعاً. فريق الطبي بيبقى بيباشر برضه الكومنتس اللي بتيجي يعني السيكونس في حد بيوصل اصلا الرسائل دي. طيب تمام. طيب خلينا بقى نرجع للموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا مهم جدا. سمعت الاطفال كنت سالتيني سؤال حلو قوي المره اللي فاتت وقلتي لي احنا بنتعامل ازاي مع الاطفال او هل ممكن ان احنا كاخصائيين تغذيه نتعامل مع الاطفال اللي عندهم سمنه. خلينا نتكلم باستفاضه. اول حاجه هنقول الاعراض وبعد كده هنتكلم عن الاسباب وهنتكلم عن العلاج. حلوة. الاعراض عندي بتظهر من وهما لسه اطفال من وهما لسه رضع. احنا عندنا معتقد خاطئ ان كل ما كان وزن البيبي زياده شويه يبقى حلو يبقى صحته كويسه. كده صحته زي الفل وكويس. وطول ما مثلا البيبي بيعيط رضعيه اكليه. لا طبعا ده غلط. انا برضع كل ساعتين. كل ما بيبتدي ان هو يكبر بتزيد الفتره او بنباعد فتره الرضاعه. بيبدأ يظهر عندهم زيادة في الوزن. بتبتدي الخلايا الدهنية ان هي تتكاثر وتكبر وتنمو معاهم في مراحل العمرية المختلفة لغاية ما بيوصلوا مثلا للأطفال أو لغاية كمان سن اللي قبل البلوغ. بيبتدي طبعا يلاحظوا ان هم تخين. حالتهم النفسية بتبتدي تتأثر وسط صحابهم في المدرسة. في ناس كتير جدا بيأثر عليهم دراسيا. بيجي لهم كمان حالات اكتئاب. خلينا نتكلم عن الأسباب. الأسباب في منها وراثه وفي منها حالات طبيه نادره وهرمونات وفي منها اتباع انظمه غذائيه غلط خاطئة. بالنسبه للوراثه ده الاب والام. اوكي. اعالجها ازاي او اتخلص منها ازاي؟ من قبل ما ارتبط اصلا، من قبل ما اتجوز، من قبل ما اخلف. لازم اهتم بصحتي وبجسمي وبشكلي لان مرض السمنه لو اتنقل للبيبي او للطفل اللي انا هخلفه بعد كده هتبقى مشكله وهتاثر عليه في حياته. وبالتالي انا لازم اتبع نظام غذائي صحي كويس وسليم واخسس من وزني واقلل من وزني عشان ما يتنقلش للاطفال اللي انا هخلفهم في المستقبل. وما يتنقلهمش كمان ثقافتي في نوع ان انا بتعامل غلط. بالظبط. هي كله بيتقلد. بالظبط. يعني ما بتاكل كذا وبتعمل كذا ودلوقتي عملت كذا كل ده بيتشاف كمان. فبنهندله بس بالفعل مش بالكلام. بالظبط. كمان الاطفال اللي هم بيبقى عندهم سمنه للاسف الشديد بيبقى هم اكبر عرضه للامراض السكر والضغط والكوليسترول. صح. في كتير بيتعبوا الموضوع ده طبعا. فلازم نبدا من الموضوع من اوله. في كمان بالنسبه للامراض اللي هي الحالات النادره او الحالات الطبيه النادره والهرمونات ده ببتدي ان انا اتعامل معاها ازاي او بعالجها ازاي. اول حاجه طبعا بيبقى فيه فحوصات وتحاليل لازم ان انا اتاكد منها وبتابع مع دكتور تغذيه او اخصائي تغذيه بأنظمة غذائية مختلفة وعادات صحية سليمة عشان أقدر أتخلص من المشكلة دي. كويس. كمان لازم أتأكد إن الطفل عندي ما عندوش أي نوع من أنواع الحساسية لأي حاجة. لأي حاجة. بالظبط. لازم أتابع مع دكتور من البداية خالص من الأول خالص. في كمان حاجة مهمة جدا
وهي تعتبر السبب الشائع عند سمنة الأطفال، وهي قلة الحركة أو قلة النشاط البدني واتباع عادات غذائية وصحية غلط أو خاطئة. تمام. الأطفال عندي بيقعدوا قدام التلفزيون كتير، الإنترنت، الفيديو جيمز، الحاجات دي كلها، ده كله بيأثر عليهم. كمان اتباع الحالات الأكل الكتير، طول ما أنا قاعدة قدام التلفزيون، طول ما أنا باكل ما بتحركش، مش بمارس رياضه مثلا. عشان كده بننصح الامهات ان هم نظام غذائي كويس، 6 وجبات، 3 اساسيات او 3 رئيسيه، و3 سناكس. طبعا السناكس نبعد عن الشيبس والحاجات المقليات والزيوت والحاجات المصنعه. بس كده. طيب هسالك بقى حاجه دلوقتي، الكورس ده اللي احنا هتكلمينا عنه دلوقتي من هيربل كينجز يصلح للاطفال اللي عندهم سمنه من سن كام؟ من سن 16 سنه. من 16 سنه. قبل كده احنا بنحاول نهندل ده بالرياضه ونوع الاكل. بالظبط. طيب. بنادي انظمه غذائيه. طيب احنا انا يعني احنا معانا صوره للحاله اللي كنا عرضناها قبل كده، كانت حاله السعيد اللي قلنا دايما يا رب يبقى سعيد. فخلينا نقول هو معانا على التليفون ولا دي صورته؟ هو كان وزنه قد ايه؟ كان وزنه 150 وبعد كورس العلاج من هيربال كينجز وصل ل 135، ده في 3 اسابيع. هو معانا على التليفون، خلينا ناخد التليفون. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ عامل ايه يا فندم؟ الحمد لله والله تمام. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ دكتوره اميره. الحمد لله بخير مع حضرتك. ازيك يا سعيد، عامل ايه؟ الحمد لله والله. ازيك يا دكتور؟ انا طبعا في البدايه بشكر الفريق الطبي كله يعني صراحه بامانه. تمام. انا زي ما حضرتك وضحت كده، انا طبعا انا طولي 180 ووزني كان 150. طبعا كان اللي انا وصلت له دلوقتي ده حلم، وهو صراحه يعني انا مش متخيل ان انا يعني هنزل 15 كيلو في يعني 3 اسابيع. طبعا على فكره هو ال3 اسابيع دولت يعني المفروض اعدوا، المفروض دلوقتي فاضل لي 3 ايام وكفوا كده الاسبوع الرابع، فانا لسه ما وزنتش. اوكي. طب انا اسال حضرتك سؤال بقى يا استاذ سعيد، انا ال- 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 الوزن اللي انت اول اسبوع ما عدى عليك انت حسيت بفرق في ايه؟ ايه اللي حسيته من وانت بتاخد الكورس ده؟ لا انا اولا كنت انا شخص يعني بحب الاكل جدا جدا جدا، يعني بحبه جدا وباكله في اي وقت وفي اي مكان، بس على اكل افرح اكل بلاقي نفسي فاضي باكل. كمان انا عندي سوبر ماركت فلازم اجرب كل حاجه عندي. صح. وانا يا فندم والله لا، بس حضرتك وصلت الوزن كويس، يعني اول اسبوع ده ما عدى على حضرتك حسيت ايه بقى؟ قول لنا اول ما بدات تاخد الادويه بدات تحس بايه بقى؟ الشبع، حسيت بايه؟ يعني يومك كان ازاي؟ اول يوم كان الموضوع بالنسبه لي يعني خفيف شويه، ثاني يوم لا الموضوع بقى اثر معايا جامد. لما بقيت مش عارف اكل حاجه، طبعا هم كانوا ناصحين طبعا بحاجات كتير يعني، اشرب ميه، خصصت نفسي. بقيت بصراحه طبعا كان الوزن كان عامل لي عائق ان انا ما كنتش بعرف اتحرك، كنت دايما يا اما راكب عربيه يا اما راكب اي مواصله. بقيت لا انا بقى وانا رايح الصبح لا بقيت امشي يعني واحاول اطول المسافه شويه. لا حسيت طبعا اختلاف كل وجوزي. كمان انا كان عندي كان ضربات قلبي كانت عاليه جدا. كمان ما رحتش قبل ما اخد الكبسولات يعني. طب وبعد ما اخدتها الدكتور القلب قال لي لا لازم تخس شويه لان عندك مشكله في الدهون يعني هتاثر بعد كده طبعا على القلب. ممكن اسالك يا سعيد سؤال؟ تمام. طبعا انا خسيت يعني ما خسيت بقى تمام، عملت صراحه طبعا انا بشكر الدكاتره كلهم صراحه يعني كلهم متعاونين وكلهم محترمين ودايما ما فيش عندي يعني ما فيش مره سالتهم على حاجه بيردوا طبعا وبعدين طب حضرتك شرحتك للاكل دلوقتي زي الاول ولا انت حاسس انها اتحجمت بس انت مرتاح دلوقتي؟ يعني اتحجمت وانت مرتاح ولا اتحجمت وانت حاسس ان انت برضو بيبقى نفسك تاكل؟ لا 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 الحمد لله انا طبعا كان عندي بس وجبتين اللي هم الغداء والعشاء دول اساسيين عندي خالص. تمام. دلوقتي لا انا عندي بقى الفطار والغداء والعشاء كل واحده زي ما هم ساعات. بنام انا النوم المنتظم برتاح مرتاح. طب الحمد لله يا اميره. دكتور اميره عايزه تسالك على حاجه، ممكن تسالك سؤال؟ على حاجه مهمه خصوصا ان انت قلت ان انت عندك مشاكل في القلب، صح يا سعيد؟ تمام. عايزه بس اسالك سؤال، كان في اي اعراض جانبيه معاك؟ حصل عندك اي مشاكل مثلا في نبضات القلب او غيره؟
لا 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 خالص، ده الموضوع بدا اصلا هيبي، لان انا زي ما حضرتك قلت لنا تمام ان كل كيلو الواحد هينزله هيحس بتحسن في الصحه. طبعا انا مكنتش طبعا مصدق، يعني انا اسف طبعا مكنتش مصدق، بس ده حقيقه للاسف، يعني دي ترى حقيقه صح. الحمد لله. كل ما الواحد ينزل كيلو بيحس بصحه افضل. الحمد لله. صورك يا سعيد بجد بتبسطنا، يعني صورك مفرحة جدا. وانا عملت التحليل كمان بتاع الدهون الثلاثية دوت اول امبارح، الدكتور بقى مبسوط جدا يعني. طب الحمد لله حاسه الفرق. طب ده حلو قوي طبعا. يعني بنشكرك طبعا على مداخلتك، بنشكرك على يعني ارادتك القويه، بنشكرك جدا. دي الصوره بتاعه سعيد قبل ولسه وبعد كمان لسه، وربنا يوفقك يا رب. هو لسه مكمل صح؟ هو بعد الكورس الاولاني اللي هياخده لمده 4 أسابيع الاسبوع الرابع، هو بيقول ولسه ما وزنش هيوزن، المفروض بقى هيكمل صح؟ طيب كلمينا عن الكورس ونقول عباره عن ايه عشان اصدقائي لسه اول مره يشوفونا يعرفوا احنا بنتكلم على ايه. طيب الكورس تفاصيله كبسولات ونقاط واعشاب. الكبسولات بتفتت الدهون اللي موجوده تحت الجلد عندي، وبتسد النفس او بتسد الشهيه، وبتقلل الاحساس بالجوع كويس، وبتعلي معدل الحرق. ازاي بتسد النفس او بتسد الشهيه؟ ان هي بتنزل في المعده عندي، بتتحلل بشكل بسيط جدا، بتبتدي تخرج منها المواد الطبيعيه او الحوارق الطبيعيه اللي موجوده فيها، بتبتدي بالبلدي يعني تنفش في المعده او تاخد حيز عندي في المعده، تملى شويه بالظبط، بتبتدي تفرز الهرمون بتاع الشبع هرمون الليبتين، وبتبتدي ان هي يدي اشاره للمخ ان انا مش جعان ومش عايز اكل. حلو. دي التابلت الكبسولات. الكبسولات الكبسولات بتتكون من ايه؟ بتتكون من حوارق طبيعيه جدا، مواد طبيعيه جدا، ما فيهاش اي اعراض جانبيه، خلاصه التفاح الافريقي وخلاصه المانجو الافريقي والتوت البري والقهوه الخضر. حلو قوي. تمام. حلو. طب احنا معانا تليفون وهنرجع نتكلم. معانا مداخله. معانا ياسمين. الو. الو ياسمين. ايوه اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. انا بس كنت عاوزه برضو اشارك قوي. اتفضلي حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. اي سؤال؟ اي لا انا جايه بس يعني بتصل بس علشان يعني اكمل متابعه وعشان كمان اشارك بتجربتي معاكم. اوكي اتفضلي حبيبتي. بتاخدي الكورس؟ بتاخدي الكورس ياسمين؟ انا دلوقتي بثبت يعتبر. بتثبتي؟ خلصتي ما شاء الله. طب قولي لنا، طيب خسيتي قد ايه؟ انا خسيت 25 كيلو في شهر، في شهرين قصدي. تمام كويس. ده يعني ما شاء الله، يعني انت كنتي ماشيه واضح ان انت كنتي حد ملتزم يعني جدا. يعني لحد ما الاول ما كنتش ملتزمه قوي، بس لما شفت النتيجه خسيت في اول شهر بس خسيت 10 كيلو. تمام. يعني بصراحه ما كنتش ملتزمه خالص، بس بعدين بدات التزم شويه اكتر على الشهر الثاني، والحمد لله خسيت 15 كيلو. ودلوقتي انا بثبت. انت عندك اي مشاكل صحيه ياسمين ولا حاجه؟ لا يعني انا ضغط سكر، ارتفاع ضغط بسيط، يعني مش مزمن، عصبي عصبي. اوكي تمام. بس انت لما خدتي الدواء حسيتي ان الدنيا بقت افضل. طب سؤال بقى، معلش هسالك سؤال، اول ما خدتيه في اول اسبوع حسيتي باي مشاكل في ضربات القلب ولا حاجه؟ لا خالص خالص. تمام ماشي اوكي كويس. طيب انا بشكرك جدا ياسمين والله بجد، وموفقه دايما يا رب، ويا رب كل البنات والسيدات اللي في الدنيا يوصلوا للوزن اللي هم عايزينه. طبعا شويه تنظيم في الاكل عشان ولادنا وعشان صحتنا، وشويه يعني مشي، شويه رياضه. لو ما قدرناش نعمل ده يبقى على الاقل نحافظ على الاكل داخلنا عشان ما نزودش، يبقى على الاقل يعني ايه بنعرف نحرق على الاقل من اللي موجود. قول لنا بقى يا اميره، تاني حاجه قلنا الكبسولات، وبعدين النقط. ايوه النقط مهمتها زي الكبسولات بالظبط، بس ان هي فيها فيتامين اسمه ايه الكرانتين، بيعلي معدل الحرق عندي كويس، وبفيتامين الجسم كمان. حلو قوي. وبعدين غير النقط في اعشاب؟ في اعشاب طبعا، الاعشاب بتنظم حركه الهضم في جسمي، وبلس ان هي حاجه مهمه قوي ان هي ديتوكس للجسم، بتنقي الجسم من السموم. حلو قوي. طيب احنا النهارده في هدايا، حاجات حلوه انت مجهزاها لنا. وقلنا الاول الخصم ايه على الكورس هيربل كينجز، عشان النهارده اصدقائنا عايزين يتواصلوا من خلال الارقام الموجوده على الشاشه، بيلزموا حضراتكم ما تجيبوهوش من خلال حاج تاني او ارقام اخرى، وتتاكدوا من العلامه المائيه اللي موجوده على العلبه، ومن خلال الصفحتين هنعرضهم دلوقتي حالا عشان لو لسه في حد داخل من نص الفقره. ده كورس هيربل كينجز، ودي الارقام، ودي الصفحه على الفيسبوك، هنعرض الصفحتين اللي موجودين. حضرتك تدخلوا تشوفوا شكل البرودكت، شكل المنتج، شكل العلب. قول لنا تاني هما
كبسولات الكبسولات والنقط والاعشاب بلس تمام. عندي كمان هديه اللي هو الزيت. وبخصوص موضوع الهديه الكورس كمان انا اقدر اهدي بيه اي حد. انا جات الفكره النهارده ان انا ههدي بيه حد. ايوه فنقدر ان احنا نهدي بيه مثلا اي حد كبير مثلا حد من اصدقائنا حد من اصدقائنا او اقربائنا. مفيش اي مشكله خالص. هديه تبقى هديه حلوه جدا ليهم وانا هعمل ده شخصيا النهارده. تمام. بالنسبه للهديه عندي النهارده زيت زيت اسيان اهو ده الزيت الاسيان دي صفحتهم ويعني شركة اسيان هيربل على فكرة من الشركات في الأول كانت بتصدر طبعا لدول جنوب شرق آسيا عشان كده تسمى اسيان عشان كده ده سبب تسمية الاسم باسم اسيان هيربل وبيصنعوا بدأوا ان هم طبعا يصنعوا هنا في مصر حاجة مهمة جدا فيها ان هي بتعصر على مش البارد حاجة مهمة دي أهم حاجة يا أميرة حاجات هو العصر على البارد بقى ده على البارد. أهم حاجة اللي هو أول هدرجة. أطفى ده بدون هدرجة بدون هدرجة ولا تعرض لأي درجات حرارة عالية كان كمان الزيت خام مش مخلوط أنا باخد مثلا أرجن أويل هو أرجن أويل مش مخلوط بأي حاجة تانية pure. وهكذا بيور يعني 100%. أنواع الزيت الموجودة بقى من جوز هند وكل الـ 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 الزيت ده طيب قولنا بيبقى يصلح لإيه وإيه عشان نبقى عارفين ناس أصدقاء هو الزيت طبعا عشان هو بيور مفيهوش أي مشكلة خالص بيصلح للبشرة والشعر والجسم كويس وللأطفال كمان بمناسبة إن حلقتنا النهاردة كانت عن الأطفال داخلين المدارس والشعر بيهيش وكابوش بيطلع جدا. سيفتي جدا ليهم على فكرة وكمان في حاجة أقدر إن أنا أتناوله أقدر إن أنا آخده زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون لان هما بيور 100% دي حاجه حلوه جدا في حاجه مهمه كمان عرفت منهم ان بياخدوا المصدر من بلده من بلده يعني زيت الارجان عرفت ان هما بياخدوا اللوز من المغرب بيستوردوه وبيعصروه عندنا هنا في مصر ده حلو قوي يعني كل حاجه جايه من مكانها يا جماعه بالظبط وكمان عندهم صابون يعني كمان مش انواع صابون للبشره بالظبط حلو قوي حلو قوي ممكن تبقى بقى بحاجات الكوكونات والجليسرين والبيور 100% ممتازه صابونه الجليسرين لو نوعها حلو جدا طيب احنا طبعا دي الهديه على الكورس بتاعنا قول لنا بقى الخصم قد ايه الخصم بتاعنا أيوة. بمناسبه الهدايا أيوة. وان احنا ممكن نهدي كمان الكورس باي حد اوكي عندنا خصم 35% 35 لاول 100 متصل لغايه الساعه 12 بالليل يبقى 35% يا جماعه لاول 100 متصل لحد الساعه 12 بالليل رجاء اللي عايزين اتصلوا بالارقام دي اربع ارقام موجودين قدام حضراتكم حاولوا مره ثانيه وثالثه اللي بيبقى فيه ويتنج وضغط على التليفونات وليكوا الهديه الاسيان هيربل اللي هو زيت الشعر وديكوا عرفتوا طب مكوناته ايه تقدري تقولي لنا حاجه عنه كده هو كل زيت على حسب مكوناته بس هو فيه مكونات اساسيه زي مجموعه من الاحماض الدهنيه وفيتامين اي وبي 6 وبي اوميجا 3 واوميجا 6 واوميجا 9 حلو قوي 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 يعني اعتقد هو من الزيوت الراقيه جدا جدا وطبعا انا مبسوطه ان انتوا جبتوا لنا حاجه هديه برضو راقيه بشكركم طبعا هيربل كينجز وبشكر برضو شركه اسيان هيربل علشان المنتج الجميل ده طيب نكمل بقى كلامنا احنا دلوقتي اللي هياخد الكورس هيبدا معاكم ياخد الكورس انتوا بتتواصلوا ولا هو اللي بيرجع يتابع المره بتاعه الاسبوع بس انا عايزه اكد على مره الاسبوع اللي فيها الوزن دي اللي بيوزن بيها لا هو بيوزن واحنا بنتابع معاه احنا اللي بنكلمه احنا اللي بنتواصل معاه هنفترض انه اتكلم وما لقاش حد بيرد هيرجع لا مفيش بتبقوا عارفين انتوا كداتا عشان اكيد بس طبعا كل واحد لا لا كل واحد بيبقى عليه عندنا البيشنت كارد بتاعي بيبقى موجود فيه الاسم والسن والطول والوزن والحاله الصحيه هيستوري كله بقى كل حاجه في عمليات اوكي او ما فيش في رضاعه في حمل في ولاده في غيره ينفع للسيدات اللي بترضع طبيعي السيدات اللي بترضع طبيعي بعد 6 شهور اوكي واللي محتاجين ان هم ياخدوا الكورس ياخدوا بس الكبسولات باخد الكبسوله وبعدها باربع ساعات ابتدي ان انا ارضع اوكي مفيش اي مشكله اميره خالص. انا سعيده جدا بالحلقه أنا النهارده واكتر حاجه بتسعدني الكلام عن الاطفال بشكل عام انا يعني مش عارفه اقول لكم بيفرق معايا جدا كل الاطفال على كل المستويات وكل الاعمار وكل الحالات بشكر ضيفتي الجميله خبيره التغذيه اميره فاروق اللي شرفتني ونورتني النهارده نورتيني انورتي حبيبتي ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنتكلم عن الموضوع اللي قلنا هنتكلم عنه بس انا مش هحرقه خليه الحلقه اللي جايه خاص جدا ومن خلال ارقام تواصل مع هيربل كينجز الكبسولات والنقط والاعشاب وكمان الهديه من اسيان هيربل الزيت الخاص بالشعر والبشره وكل حاجه جربوه واتمنى حضرتك تدخلوا على الصفحات الخاصه شوفوا كده البرودكت شوفوا الاخبار وتنولوا الخصم 35% لحد الساعه 12 بالليل والشحن مجاني الشحن مجاني بشكر حضراتكم النهارده عملنا العيش الصحي بشكل لطيف بصوا ده العيش اهو تقريبا هبدا اطلعه ممكن في المرحله دي بسرعه جدا ارش رشه ميه سريعه رشه ميه ببخاخه واقفل عليه انا هطلعه دلوقتي حالا واتمنى يا رب ان الحلقه تكون
نالت اعجاب حضراتكم. من هنا طبعا لحلقه جديده، اتمنى نشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.